ما واش نسحقو نسحقو برك. عندي اون بار انا هنا في لاصال، اون بار خفيفه، الوزن ماشي ثقيل بزاف. وانتوما واش تسحقوا؟ انتوما تسحقوا سواء عندكم اون بار هذه سي بيان، الا ما عندكمش اون بار كيما هذه مون شابالي تسحقوا تقدروا تخدموا به. لانه التمارين اللي راح نديروها اليوم راح تكون تمارين تاع التقويه زائد تمارين تاع لو كارديو، يعني هذا البرنامج راح يكون شويه افونسي. لكن وشنو كاع تقدروا ديروا معنا؟ لانه كما نقول كاع الفئات العمريه يقدروا يديروا معنا، ولا حتى الناس اللي راهم في وزن زائد، يعني ما كاش اعذار. بلا ما نطول عليكم نبداو التسخينه تاعنا، نبداو هنا بلا مارش سور بلاس، يعني هكذا باش من بعد ندخلوا تدريجيا في البرنامج ديالنا. التسخينات هذوما راكم ولفتوهم معنا، اللي رانا نديروهم يعني تقريبا كل فقره هكذا باش توالفوهم وتخدموهم، يعني كيما نكونوش حنايا تقدروا تخدموهم وحدكم سواء الهواء الطلق سواء في قاعه رياضيه في المنزل، تكونوا خلاص حفظتوهم. نحسب كل تمرين نديروا منه 10 خطرات. التمارين هذوما ولا هاد يعني الحركات هذوما تاع التسخينات خاصه للمفاصل، ودائما نسيو نركزوا على المنطقه اللي راح نخدموها بزاف في الجسم ديالنا، هكذا باش نفيتيو الاصابات. فوالا هكذا ما نطولش عليكم بزاف، راح ندخلوا في التمرين الاول. واش راح يكونوا فيه؟ راح نقسم لكم التمرين نديكومبوزيو لو موفمون تاعنا، لانه راح يكونوا تمرينين في تمرين واحد، يعني راح يكون التمرين مركب. نبداو نحكم لابار لهنا ديالي، وراح نخدموا لي ستابتاج. لي ستابتاج هنا نخدم برجليا يمين يسار، يكونوا لي جون تاعي ليجيرمون فليجي، ونسي نوقف روحي بيان. كي نحس روحي الاز يعني في الـ في الـ في الارجل تاعي، راح نسي ولي نزيد نخدم يدي هنا 1 2 1 2، نسي نطلع لابار ولا المون شابالي هذاك من الاسفل الاعلى، يعني من الرجل الى الصدر كيما نشوف هنا. وكي نحس روحي الاز راح نسي نزيد نطلع شويه في السرعه ديالي. راح نخدم دو بروفيل هكذا باش تشوفوا كيفاش راح تكون الحركه تاع اليدية، باسكو علاش ما نبقاش نزغط فيهم بزاف، يبقاو توجور نسي نغارديهم فيكس. نبدا بلي جومب، وكي نحس روحي كيما قلنا الاز نسي نخدم لي برا ديالي. راح نخدموا التمرين هذايا مده دقيقه، يعني 60 ثانيه وحنا نخدموا في التمرين هذايا، ومده الراحه راح تكون 30 ثانيه. لكن واش نخدموا اربع مجموعات، يعني نخدموا دقيقه 30 ثانيه راحه، نزيدوا التمرين الثاني ولا المجموعه الثانيه نفس الشيء دقيقه و30 ثانيه راحه، حتى نكملوا الاربع مجموعات. نروحوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش راح يكون فيه؟ راح يكونوا فيه لي سيزو. التمرين هذايا سهل نعرفوه كاع، لكن حنا واش راح نزيدوا له؟ راح نزيدوا نخدموا باللو باطون اللي يكون عندي في الدار ولا لابار، نخدموا معها ايبولي. كيفاش؟ يعني هنا نخدم لي سيزو، كي نشوف روحي اليز في لي جومب نسي اكتيفي لي بار ديالي للاعلى، نطبع فير لو بلافون ونجيب لابار على مستوى الصدر ونطبع للاعلى. هكذا راني نخدم يعني الارجل، راني نخدم عضلات الارجل، نخدم عضلات القلب، ونخدم الاكتاف ديالي. نفس الشيء كما قلنا، عندي شحال؟ عندي دقيقه عمل و30 ثانيه راح، دقيقه عمل 30 ثانيه راحه، نقسموها على اربع مجموعات. هكذا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا التمرين الاخير. واش فيه؟ عندي لي غالوب ولا لو كيرل تاع لي جومب هنايا، نخدم دي بروفيل ثاني باش تشوفوني. لكن واش نحنا كما قلنا راح نزيدوا التمرين الثاني اللي يكون مركب معاه. نبداو لهنا، نبدا بالارجل تاعي. واش ندير؟ لو كان سي ناكتيفي لي برا ديالي هنا، ليليفاسيون فرونتال تاع لو باطون ولا لابار اللي نخدم بها هنا في لاصال. نسي نطلع نفس الشيء لابار من الكويس عند لو فرون ديالي ولا على مستوى الوجه. نعاود نخدم التمرين بالعقل دو بروفيل باش تشوفوني. نبدا بلي جون تاعي يمين يسار. واش ندير؟ كي نحس روحي الاز نطلع لابار. هذا هو كان اخر تمرين تاع الفقره تاعنا تاع اليوم. تمارين مركبه لكن وشنو بسيطه تسحق التركيز تاعكم برك. دائما كما نقولوا قبل ما نكملوا واش نديروا؟ التمديدات تاع العضلات اللي كنا نخدموا فيهم. نسي كل تمرين ولا كل حركه نقعد فيها تم ثواني، نسترجع الانفاس تاعي بالعقل. نسي نكسري ديال الامام، نروح لاتيرال، نعاودو لي بالعقل،
نعم نطلع هنا بالعقل. هذه كانت اخر حركه تاع الفقره تاعنا تاع اليوم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكون عجبتكم، ايش ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا من البدايه حتى النهايه.